قلق بريطاني أمريكي متزايد بشأن تعزيز محتمل للتعاون العسكري بين روسيا وإيران، بما في ذلك تبادل الأسرار النووية وفقاً لتقييمات استخباراتية حديثة. في اجتماع عقده رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، نوقشت المخاوف من دور روسيا في دعم إيران لتطوير سلاح نووي مقابل تزويدها بصواريخ باليستية تستخدم ضد أوكرانيا. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أعرب عن قلقه من تقاسم روسيا للتكنولوجيا النووية والمعلومات الفضائية مع إيران، وحذر من أن هذا التعاون يعزز أنشطة مزعزعة للاستقرار عالمياً. كما حذرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا من أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب في ازدياد كبير دون مبرر مدني، مما يعزز مخاوف من احتمال استخدامها في صنع قنبلة نووية. تجدر الإشارة إلى أن إيران خففت من التزاماتها بشأن تخصيب اليورانيوم بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018. في الوقت نفسه زودت إيران روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ، ما أسهم في تعزيز قدرات موسكو الهجومية في أوكرانيا وفقاً لتقارير غربية. كما أشار بلينكين إلى أن الدفعة الأولى من الصواريخ الإيرانية فتح 360 قد تم تسليمها إلى روسيا، مما دفع إلى إعادة تقييم شامل للعلاقات الغربية مع موسكو وطهران وفرض عقوبات اقتصادية جديدة.